لان عرس واحنا وكذا مو عندك المجموعه اللي سوى النسائيه او الرجاليه اللي تحافلها. ريت البلي حمدش يعمل لك هذه جو الاعراس المحفل المحفل الصعيدي. ثم الاخرى حاجه اخرى عنده حاجه خبيث فيها اصلا هي مشكله الملحميات. ريتش الحضاره اليونانيه او الرومانيه وكليزيكون بدي احكي عليها في حلقات اخرى. الملح اللي هذا والاوديسا وقلقامش عند الحافل الحضاره العراقي القديم. الصعيدين ما عندهم زي الملاحم نتاعهم. كيفاش ترجمها بالحال المجموعه الصوتيه ريتها بين الرجال وبين النساء بين الرجال يعطيك الصوره. وثم فما حاجه اخرى يعطيك الجو نتاع الافراح ويعطيك الجو نتاع الرومانسيه. المجموعه الصوتيه شكون فيها نسيرته من سئه الاصوات نتاعهم يلزم يقولوا الكلام هذاك. فهمتني الرجال ايش يقولوا؟ لو ضاع الحب ونساش يقولوا يبقى ما عشناش. يبقى ما دبناش ومع بعضهم حلاوه الحب حلاوه الحب حلاوه و- وتدخل تغني نجاه الصغيره تقول شنو علاقه المجموعه الصوتيه باللي باش تغنيه. نجاه الصغيره تلقى روحك قاعد تسمع في نجاه الصغيره وقابل الشيء هذاك. هاي القوه نتاع بلي حمد تسمع رغم انفك صحيح. والغريب في الامر كما قلنا احنا المقدمه الموسيقيه مختلفه جميل العالمين بدات تغني نجات كان كنا في سين معينه وتحولت لسين اخرى. كنا في الصعيد كنت ربابات جو نتاع الربابات وكذا وتقول جماعه فهمت الصعيديين يغنيوا كل المحافل نتاعهم. كانوا قال لك بلي حمدي بلغه اخرى قال لك بالله لحظه انا جيتك فهمتني وديريكت من باب الدار تلقى روحك في الكوجين. منين كيفاش منا كلوار تعديت وما حاش تلقى روحك في الكوجينة مثلا فهمت هذه. وشوف علاش قلت بكري انا بلي حمدي يخاطب الروح الحان تخاطب الروح معناها يحطك ديريكت ما غير ما غير ما تعب روحك وما غير ما تقلق روحك. الحقيقة الحديث مازال طويل على بالي حمدي وباش مش نواصلوا يعني نتناولوا الموسيقار هذا في حلقتنا القادمة. عندك مضيف سيدي؟ اي عندي هذه من اللي سمعوها يا حبيبي يا موكب حبي يا امي وابويا واخويا اللي من كلمات بلي حمدي. هذا بلي حمدي نهار اللي لقاو ما لقاش بعدها الشعراء يكتب هو هو هذاك اسلوبه راه نهار ما لقاش الشعراء يولي يكتب هو يكمل ما هو تبدا عنده الفكره ما لقاش شكون يكمل 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 هو تو مش نشوفوا النموذج هذا حبيبي يا موكب حب وهي قمه في الرومانسيه خاطر هو اللي كاتب الكلمات وهو ملحن. صحيح فهمتني. خلي ونقولوا الساده المستمعين مش نواصلوا خاطر ابرامو انا مبرمج وانا الاخ شكري شهر هذا بلي حمدي خلينا نفهموا ونسكروا الموضوع كامل في بلي حمدي والحب والرومانسية. دونك أعزائنا المستمعين سهرتنا ليلة شرفت على نهايتها. إن شاء الله تكون اختياراتنا الغنائية قد نالت إعجابكم وكانت جنة الأرواحكم أو الأزواجكم وصفاء لأذهانكم. كل عبارات الشكر سينور دي الغماري وكل التقدير صديقنا المايسترو شكري القداح أيضا الفريق التقني كل ورود العالم لدى في حقه على هذه الحرفية في تأمين البث صوتا وصورة. اكتمل بدر الليلة وامتلأ قدح النشوة أنغاما وخشبا شعت عيون القلب في محراب الفن إحراما أدام الله صفاء سريرتكم. أحبائنا ووفقكم في مسيرتكم دمتم أوفياء لإذاعة الحياة.